الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أما بعد، هذا كتاب حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين، تأليف الشيخ أحمد ابن محمد الصاوي المالكي، المتوفى سنة 1241 للهجرة، أي منذ أكثر من 170 سنة. هذا الكتاب طبع دار الجيل بيروت، المجلد الثاني الجزء الثالث في الصحيفة 288، في تفسير قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. يقول: وقيل هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم، كما هو مشاهد الآن في نظائرهم، وهم فرقة بأرض الحجاز يقال لهم الوهابية، يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم. انتهى كلام الشيخ الصاوي المالكي. هذه حقيقة الوهابية، والحمد لله رب العالمين.